القواعد أو المبدأ العام لاجتماع هيئة الرأي هو المحافظة على مستقبل الطلاب. طيب. لمبدأ أساس خلينا نتحدث ما هو البديل عن التعليم والتعلم والدراسة والجامعة والمدرسة. هل نبقى أسرى للجهل والتخلف وضياع؟ أنا أعتقد بناء المستقبل يبنيه العلم والعلماء والمتعلمين، لا يبنيه الجهلاء. طيب. هذه نقطة راس سطر. ما الذي يمنع أن نجمع العلم مع كل الأوطان يرفع شأنها من خلال ما عندها من متعلمين، من شهادات، من جامعات، من ناس تحصل على جوائز علمية ما إلى ذلك؟ ما الذي يمنع اليوم مثل ابن حسين يداوم الصبح جامعته بالمعهد مالته وورا الدوام يروح يتظاهر ويرفع الشعارات اللي يريد بيها؟ حسين شو تقول؟